السلام عليكم. اليوم حبيت نوري لكم الافتتاح نتاع المعرض الدولي الجزائري 54 للجزائر، وكيف استقبلت الوفود نتاع المعرض والسفراء المعتمدين في الجزائر، كيف يعني استقبلوا الرئيس نتاعنا الرئيس عبد المجيد تبون الزعيم. حقيقة نشوفوا نلاحظوا أنه كيف اصطفى يعني أكثر من 30 دولة حاضرة في هذا المعرض. كان زوج ملاحظات مهمة جدا حبيت نقولها في هذا الاستقبال التاريخي للزعيم نتاعنا. أولا تواضع اللي لاحظته في هذا الفيديو على الرئيس عبد المجيد تبون، حيث أنه يتكلم مع كل المدعوين، كل السفراء تكلم معهم. يعني شيء هذه تعطي دليل على التواضع نتاع هذا الرئيس. وهنا نشوف التزلف نتاع سفيرة أمريكا أمام الرئيس أو التملق، أنا نسميه احترام. شوفوا الاحترام تاع كيفاش علقت فيه وشبكت فيه، ما حبش تطلبوا. شوفوا الاحترام تاع سفيرة الولايات الأمريكية يعني الولايات أمريكا للرئيس. شوفوا لا حبيت تطلقوا. هذه سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر. شوفوا مدى الاحترام الذي تكنه هذه يعني السفيرة وأمريكا، لأنها تمثل بلدها، ما كاش واحد يمثل أمريكا كما السفير تاعها. ونلاحظ شوف الوقوف يعني التعامل تاع الرئيس وكيف يتعاملون مع الرئيس. وملاحظة ثالثة هي لاحظت مدى الإعجاب نتاع يعني السفراء بالرئيس. شوف كلهم يخزروا فيه ويضحكوا فيه والاحترام، ويعني كلهم لازم يقولوا حاجة. شوف بو تكلم معهم كلهم. ونخليكم تتابعوا حتى يوصل إلى أن يقابل السفير فرنسا. إذن أترككم تتابعون والسلام عليكم.